هو ظرف حرج يمر به قطاع شعبة الحبوب بولاية تيرت، خاصة في هذه الفترة من السنة بسبب شح الأمطار، حيث تحصي ولاية تيرت زراعة أكثر من 300 ألف هكتار من مختلف الحبوب، منها فقط 11 ألف هكتار كمساحات مسقية. مؤخرا كاين هذه المده هذه ما كاش تساقط الامطار، وبالتالي يعني تبدا ناقوس الخطر يعني يضرب. عندنا يعني احنا كما يخفى لكش كلش اللي كوندويت اون بلو فيال هنا، يعني المساحه المسقيه اون اريغاسيون دابوا سي 11000 هكتار، سي ريان دو تو بارابور 300000 هكتار، وبالتالي نترقبوا ان شاء الله الامطار هذه باش تعطينا المردود اللي رانا على السنه. بعض المهتمين بقطاع الفلاحة يرفعون التحدي لزيادة الإنتاج، غير أنه يتطلب تسهيلات في منح رخص حفر الآبار لتوسيع مساحات السقي. حاليا لازمنا يعني تكون الرخص، يعني تسهيل تاع الرخص، يعني به الناس تحفر، وخصنا فاني الأشياء الأخرى اللي هي نهضروا عليها زين، هي يعني به نقولوا نديروا 30 في الكتار. احنا رانا متمنين ان شاء الله اذا تمت يعني الدعم تاع الدوله والاعانه يعني تاع البنك، يعني باه يعطونا يعني القروض نلحقوا حتى 50 60 في الكتار. انا كتشوف فيه ظرف صعيب، خاصه في الظرف تاع مارس افريل، وهي فتره حرجه للنبات، فتره حرجه للنبات يحس فيها بزاف. وحنا الشيء اللي رانا نشوفوا فيه السنة شويه راها الامطار ناقصه شويه، لذلك احنا رانا قمنا بزيارات ميدانيه باش نحسوا الفلاحه بضروره السقي، ضروره السقي التكميلي، لان راك تشوف بلي السنه البذور بالك السنه هذه كانت كاينه، بصح السنه هذه مانيش عارف شنو غادي يصرى، حنا نتفائلوا خير. نقص الامطار رسم تخوف الكثير من الفلاحين بالنسبه لشعبه الحبوب بتيرت، غير ان التفاؤل بتساقطات مطريه خلال الايام القادمه يبقى مطروحا لانقاذ هذا الموسم الفلاحي.